الامر جلل، مش سهل. لكن ما تعيشيش في خوف ولا تعيشي اولادك في خوف. ندعو الله سبحانه وتعالى ينجينا، واحنا مؤمنين بك بقدر جبر ان جاء كذا، ولكن جينا على تقوى جري. ما في الصلاه تفوت، ما في الصلاه فجر تفوت، ما فيش يوم من غير ركعتين لله سبحانه وتعالى، توبه واوبه الى الله. ما يعديش يوم ليله من غير قيام، قرانك، صلاتك، ذكرك، حالك. انت فين؟ وهاتي اولادك وجماعه وفرصه للعوده الى الله. فرصه الواحد دلوقتي هنقابل ربنا ازاي؟ ها هنقابله ازاي؟ طب ما بايدكيش حاجه، ادعي يا رب نجيهم، يا رب ارحم موتاهم، يا رب وتقبلهم، يا رب ارحم موتاهم شهدائهم، يا رب واشفي مرضاهم ومصابينهم، يا رب واربط على القلوب يا رب. اللهم امين. اخواننا في سوريا واخواننا في تركيا كلنا مسلمين، كل فجعه رهيبه، حتى لو ما كانش مش مسلم الانسانيه اصلا بتستدعي ده. الانسانيه يعني واحد بيقول ايه، طب خلاص اطلعوا بقى. فاكرين اما عملت لكم فيديو من ما فيش، ما كملناش اسبوعين واتكلمنا فيه ان الناس بتقول احنا في نعم، وانا بس نفسي يعني انا في خيمه بقالي 10 سنين، نفسي بس حطار جدار كده اسند عليه ظهري و و و وما بقاش في خيمه، لان الخيمه فسند ده. دلوقتي الخيمه بقت نعمه، دلوقتي الخيمه بقت نعمه للناس. وجي واحدة بتتكلم بتقولي طب ما احنا نقعد بقى في خيام التانية. قالت لها طب ما انشقاق الارض، ما هو زلزال ايه، ما الارض تنشق تبلع الخيمة بالحاجة. اسمها صحيح مش فيها. ناس تتكلم على بيوت من جدران وطوب هي الافضل وكذا، دلوقتي الخيمة سبحانك يا رب حتى مش لاقية. احنا اهم شيء دلوقتي الدعم بكل ما تستطيع، وعلمي اولادك القليل. يعني شفت حد مطلع حاجة قليلة جدا جدا بكت ليها، وشفت حد يقول طيب أنا ممكن أجيب الببرونات بتاعة الأطفال، طب أنا ممكن أجيب الألبان، ممكن أجيب الحفاضات، ممكن أجيب جواكت، عندي أحذية كذا. قليل، رب درهم سبق ألف درهم، لأن الدرهم ده كان كل ما يملك، والتاني ألف درهم عنده ملايين. شايف إيش أعمل الألف درهم فيه يعني؟ إحنا نخلي بالنا. أول حاجة نقبل عتب الله بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ركزوا معاي، نقبل عتبك يا رب، لك العقبة حتى ترضى، لك العقبة حتى ترضى. نقبل عتب ربنا لينا بالاستغفار والتوبة وركعتين طلب الحاجة، وما يعديش يوم صلاتك في وقتها، سننك، السنن، النوافل، القرآن، الذكر، الصلاة على صلى الله عليه وسلم، والاستغفار، الاستغفار من كل ضيق، من كل ضيق مخرج. يا رب يخرجهم على خير يا رب، الناس لسه صاحيه يا رب، يا رب كل دقيقه بتزيد كارثه. ومن كل هم فرج، ومن كل هم فرج. يبقى نقبل عتب الله بالتوبه والعوده والذكر والصلاه والقيام والقران بالامور دي، ندعو الله سبحانه وتعالى. رقم اتنين الدعم، الدعم ليهم، الدعم النفسي والدعم المادي والدعم المعنوي. ما انتش قادره ادعي، ما انتش قادرة تطلعي القليل ادعي. رقم ثلاثة استغل الموقف مع اولادي، ويلا يطلعوا ويتصدقوا ويدعوا، وافهمهم عقيدة القضاء والقدر من اصول الايمان الستة. الايمان بالقدر خيري وشر، ده الخير الاثنين. اصابتني خير اطمأننت به، واصابتني فتنة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والاخرة. اول نقبل عتب ربنا هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان احنا يرضينا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وللأطفال كذا في الجنة شهداء حبايبي. ده المعنى ثالث، رد على الشبهات ديت، لازم نستغل الأمر. رقم أربعة، وده الأهم بقى، وده الأهم، ما تهلعيش. يقول لك ده واحد جاي، مالناش دعوة بالإشعال، الوالي بنزل او الدولة او الشهير اللي انت فيها نزلت بقى، خلاص ما نزلتش، عند الله، عند الله عز وجل. وندعي ربنا يرحمنا يا رب، ويرحم موتاهم، ويشفي مصابينهم يا رب، وينجينا وينجى. وادعي باسم الله الحافظ الحفيظ، ادعي باسم الله الحافظ الحفيظ. انا بقول لك اهو، ادعو الله سبحانه وتعالى ينجينا وينجي اولادنا. قلت لك من علامات الساعة، من علامات الساعة ما بين النفخة الأولى وتن 40، أنا بقول لكم 40 سنة زلازل وبراكين بقى وأعاصير وهيصة
والنفخة التانية خلاص كل اللي طلع بقى الأرض جابتهم في بطنها يطلعهم بقى قيامة، خلاص فزع التانية كله فزع، الصيحة الثانية نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. والأمر جلل جلل يا جماعة، والله الأمر فعلا جلل ورهيب، مش 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 مش, مش سهل. الفيديوهات صعبة، والناس الناس يعني مش بس يصعبوا علينا والكلام ده، احنا مسلمين يعني ونقبل يعني وجع الآخرين.